المسلمون الكرام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قبل البدء في السير في ظل هذه الآية المباركة، أود أن أعبر عن شيء مبدئي حول التكلم عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. غالبا ما عندما نتحدث عن شخص إنما نحاول أن نعرفه لمن لا يعرفه، أو أن نتعرف عليه من خلال تعريفنا له. ولكننا عندما نتحدث عن الإمام أمير المؤمنين لا نحاول أن نعرفه لأحد، ولا نحاول أن نتعرف عليه من خلال تعريفنا إياه. ذلك أننا نعلم سلفا أن الإمام أمير المؤمنين فوق مستوى أفكارنا جميعا، فالعباقرة من البشر مهما حاولوا أن يحلقوا لم يصلوا إلى مستوى يمكنهم من فهم الإمام أمير المؤمنين. ذلك أن الإمام رغم أنه بشر إلا أنه نوع خاص من البشر لا يستطيع البشر أن يفهمه. ودليلي على ذلك قول النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام للإمام نفسه: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفت إلا الله وأنا. إذن هؤلاء الثلاثة هم الذين يعرفون بعضهم: الله، النبي، الإمام. هؤلاء الثلاثة يعرفون بعضهم، أما غير هؤلاء الثلاثة فلا يستطيع أن يعرف أي واحد من هؤلاء الثلاثة إلا بمقدار إيحاء الاسم يقول الله، ولكنه لا يفهم الله كما ينبغي. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه لا يفهم حقيقة النبي محمد. يقول الإمام علي، ولكنه لا ولم يستطيع أن يفهم حقيقة الإمام علي عليه السلام. إذن نحن في هذا الموقف لا نحاول أن نعرف الإمام لأحد، ولا نحاول أن نتعرف على الإمام، لأن ذلك لا يمكن ولن يمكن استنادا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك نصل إلى نقاط نستطيع أن نشير إليها من بعيد دون أن نتعمق فيها. نحن جميعا نعرف، وكل المؤرخين وكل كتاب السير من المسلمين ومن غير المسلمين كتبوا أن الإمام ولد في الكعبة. الإمام علي ولد في الكعبة. هذا كلام، هذه إشارة إلى حقيقة كبرى لا ولن نستطيع أن نفهمها بدقة وإنعام. الآن لو أن امرأة من هذه النساء دخلت في حرم السيد زينب
وكانت حاملا. تقربت هذه المرأة الحامل من ضريح السيدة زينب لتسأل الله أن يخفف عنها ألم الولادة. ثم سمعت أنا وسمعتم أنتم أن ضريح السيدة انشق وأن هذه المرأة الحامل دخلت في ضريح السيدة ورجع الضريح كما كان، ولم يستطع أحد من أن يفتح باب الضريح إلى ثلاثة أيام. ثم خرجت هذه المرأة وهي تحمل على يدها طفلا. ماذا يكون شعورنا تجاه هذا الكلام إلا أن نقول إنه نوعا من الأسطورة. إلى الآن نحن لا نستطيع أن نفهم أن ينشق ريح السيدة زينب لامرأة حامل حتى تقع داخل الضريح. فكر أيضا الكعبة، كعبة الله، مزار الأنبياء، رمز الله على الأرض. امرأة اسمها فاطمة بنت أسد تقترب من هذه الكعبة، من هذا الرمز الكبير، لتسأل الله بحق آبائها أن يخفف عنها ألم الولادة. فتنشق لها الكعبة. هذه المرأة لا تخاف، لا تجفل. عادة عندما تنهار بناية كل الموجودين يفزعون وينهزمون ويتقهرون. فاطمة بنت أسد عندما وجدت أن الكعبة انشقت أمامها، ما أجفلت، ما ذعرت، ما خافت، ما ارتبكت، وإنما دخلت في الكعبة. ما هذا السر الموضوع؟ ما هذا الرمز؟ ما هذا الاطمئنان في قلب السيدة فاطمة بنت أسد حيث وجدت الكعبة تنشق أمامها؟ فتدخل في الكعبة حتى تضع وليدها في الكعبة. وعندما حاول أبو طالب وحاول قريش أن يفتحوا باب الكعبة ما استطاعوا، فقالوا إن في ذلك لسرا. وبالفعل كان في ذلك سرا، وسرا كبيرا وكبيرا جدا. إلى الآن ما ولد ذكر داخل الكعبة. مريم وهي الصديقة كما يذكرها القرآن كانت في بيت النحر، فلما شعرت بألم الولادة أرادت أن تضع بعيسى ابن مريم داخل بيت المقدس. فجاءها الخطاب: هذا بيت العبادة لا بيت الولادة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مريم تريد أن تضع في بيت من بيوت الله، في البيت المقدس. جاءها الخطاب: اخرجي، هنا بيت العبادة. أما الكعبة التي هي متجه كل بيوت الله على الأرض، كل المساجد في الدنيا متجهة إلى الكعبة، كل قبور المؤمنين متجهة إلى الكعبة، كلنا عندما نريد أن نتجه إلى الله في صلواتنا ودعواتنا نتجه إلى الكعبة، لأن الكعبة رمز الله على الأرض. هذا الرمز يخضع فاطمة بنت أسد حتى تضع فيها وليدها الإمام أمير المؤمنين. هذا رمز، هذا رأس الخيط. قوموا برأس الخيط هذا واستمروا مع الإمام. تجدون أن الإمام الذي ولد في الكعبة كانت له علاقة خاصة مع الكعبة. فهذا الوليد وليد الكعبة هو نفسه الذي حطم الأصنام من فوق ظهر الكعبة، لا غيره من المسلمين. أي واحد من المسلمين في ذلك اليوم لم يكن يجرأ أن يمد يده على هبل أو النار
أو العزة، لأن سائر المسلمين طالما سقطوا على الأرض ساجدين أمام هذه الأصنام فكانوا يتوجسون أن يمدوا يدا إلى هذه الأصنام إلا الإمام أمير المؤمنين الذي لم يكن قد خضع أو سجد في يوم من الأيام لأي صنم بشري أو أجلي. ذلك الإمام هو الذي يستطيع أن يحطم الأصنام من فوق ظهر الكعبة. ولذلك النبي ما استعان بأحد من المسلمين عندما أراد تحطيم الأصنام، لم يقل لأي واحد من المسلمين ائتني بسلم حتى نحطم الأصنام، ولا طلب من أي واحد من المسلمين أن يؤتيه بباط يحطم به الأصنام. لا، لم يطلب النبي من أحد من المسلمين ذلك، لأن النبي كان أعرف الناس بالمسلمين من حوله، كان يعلم أن هؤلاء المؤمنين لن يمدوا يدا على هذه الأصنام ولن يشتركوا بأي شكل من الأشكال في تحطيمها. ولذلك اضطر النبي إلى عملية غريبة وغريبة جدا. قال النبي للإمام علي: يا علي، ضع قدمك على منكبي. منكب النبي، منكب النبي له حسابه الخاص. منكب النبي الذي وصل في ليلة المعراج فوق سبع سماوات إلى حيث قال جبرائيل للنبي: يا رسول الله، لو دنوت أنملة لاحترق. جبرائيل لم يستطع أن يتجاوز، لم يستطع أن يواكب النبي في مسراه. صار النبي وحده حسب تعبير النبي في بحار من نور خلف حجب النور. نحن لا نفهم معنى بحار النور، لا نفهم معنى حجب النور، والنبي بطبيعة الحال أفضل تعبيرا رمزيا عن تلك الأشياء التي كانت فوق الطبيعة. الأشياء الموجودة في الطبيعة من الممكن أن نفهمها، أما ما وراء الطبيعة فلا يمكننا أن نفهمه. لذلك النبي يعبر تعبيرا رمزيا، يقول النبي: سرت حيث شاء الله حتى إذا وصلت إلى مكان شعرت بالرهبة. النبي واصل إلى مكان لم يصل إليه نبي قبله، لم يصل إليه بشر قبله، لم يصل إليه ملك من الملائكة قبله. النبي شعر بنوع من الاضطراب والقلق. خلق الله يدا جاءت هذه اليد حتى استقرت على منكب النبي، وكأن الله يريد أن يطمئن النبي فيربط على منكبه بيد المخلوقة، فاستقر قلب النبي. النبي يقول: تلك اليد كانت باردة بشكل عندما وضعت على منكبي وصل بردها إلى قلبي. والنبي المصطفى قال لنا ليلة المعراج لما قعد وضع الله بكفي يده فأحس القلب أن قد برده. منكب النبي الموضع الذي ربتت عليه يد الله المخلوقة، هذا الموضع تصبح محلا لقدم الإمام أمير المؤمنين. النبي انحنى وقال: يا علي، ضع قدمك على منكبي. وعلي واضع أقدامه في محل وضع الله يده، فوضع الإمام أمير المؤمنين قدمه على منكب النبي حتى صعد على ظهر الكعبة، فجعل يحطم الأصنام الواحد بعد الآخر من فوق ظهر الكعبة أمام كل أولئك الذين قال ما عبدوا الأصنام وسجدوا لهذه الأصنام. ها
هذه النقطة التي تشير إلى علاقة الإمام بالكعبة. إذن الإمام لم يولد في الكعبة صفة، لم تكن مجرد صفة، إنما كان هنالك نوع من الارتباط. الإمام يولد في الكعبة وهو الذي يطهر الكعبة وهو الذي يقوم الكعبة. ثم نصل إلى أكثر من ذلك، إلى علاقة الإمام بالله. هل الكعبة انتهت؟ الإمام انتهى عند الكعبة؟ كلا، هذه رموز. الإمام يولد في الكعبة ويستشهد في المسجد، في مسجد الكوفة، يولد في بيت الله ويغمر عينيه في بيت الله. إذن ما هي الرابطة بين الإمام وبين الله؟ حتى أن مبتدأه في بيت الله ومنتهاه في بيت الله. هذه الرموز التي نستطيع أن نشير إليها من بعيد فقط، ولا نستطيع أن نقترب منها أكثر فأكثر. ثم الإمام كفرد من البشر، نحن نعلم دائما في كل دول العالم، في كل مقام من الدنيا، يوجد لكل شيء مقياس. الآن يوجد شيء اسمه المتر، عندكم هذا المقياس موجود في كثير من الأماكن. المقياس هو المتر، بالمتر نقيس المساحات. مساحة هذه الأرض 1000 متر، مساحة هذا الإمام 10 أمتار، ارتفاع هذا الجدار 5 أمتار. هذا مقياس، به نقيس كل شيء. لا نقول الجدار يساوي كذا من المتر، نقول الجدار 5 أمتار، ولا نقول المتر يساوي 20% من هذا الجدار، لا نقول المتر يساوي 10% من هذا القماش، لا نقول المتر يساوي 1/1000 من هذه القطعة من الأرض. المقياس هو المتر، كل شيء آخر يقاس بهذا المقياس الذي اسمه متر. يوجد مقياس آخر اسمه الكيلو، هذا الكيلو مقياس نقيس به الموزونات. نقول مثلا هذا البطيخ يساوي كيلو 1، أو هذه البضاعة تساوي 5 كيلوات، أو تلك البضاعة تساوي 10 كيلوات. إذن المقياس هو الكيلو، لا نقول الكيلو يساوي نصف هذه البطيخة، لا، لأن المقياس هو الكيلو. إذن كل شيء يقاس بالمقياس، والمقياس لا يقاس لشيء. هنالك مقياس للدين اسمه القرآن، القرآن مقياس للدين، نقول هذا الشيء واجب. بأي دليل؟ بدليل القرآن. نقول هذا الشيء حرام. بأي دليل؟ بدليل القرآن. نقول هذا الشيء مباح. بأي دليل؟ بدليل القرآن، لأن القرآن هو مقياس الدين. كل شيء في الدين يلزم أن يؤخذ من القرآن. هذا القرآن مقياس لأن نقول هذا الإنسان مؤمن بدليل القرآن، هذا الإنسان كافر بدليل القرآن، هذا الإنسان فاسق بدليل القرآن. لماذا؟ لأن القرآن مقياس للأعمال والأحوال والأفكار، أي مقياس للدين. هذا المقياس يقاس به كل فرد، كل عمل، كل قول، كل فكر. لا أدري ماذا حدث بالنسبة إلى رجل اسمه الإمام علي. هذا الإمام علي أصبح مقياسا إلى جانب القرآن، فيقول النبي الأكرم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. المقياس يلزم أن يقيس كل فرد، حتى الإمام أمير
ولكن النبي يقف فيقول كلا علي الى جانب القران، علي مقياس للأبرار للأبصار للأعمال، كما أن القرآن مقياس للأبرار والأبصار والأعمال. هذا الفرد البشري الذي يلزم أن يكون تحت مقياس القرآن أصبح واقفا إلى جانب القرآن ليعيش كل شيء، كل قول وفعل وتفكير. هذا شيء عظيم، هذا رمز كبير يشير إليه النبي. ولكن هل يقف النبي عند هذا الحد؟ كلا، النبي يتجاوز. لماذا؟ لأنه يوجد مقياس أعلى من القرآن. هذا المقياس الأعلى من القرآن ما هو؟ هذا المقياس الأعلى هو الحق. الحق يقيس كل شيء. هذا الإنسان على حق، هذا الإنسان ليس على حق، كلنا نقول في كل تعبيراتنا هذه المعاملة صحيحة لأنها حق، تلك المعاملة باطلة لأنها ليست على حق. هذا الإنسان يلزم أن يسجن لأنه ألف الحق، ذلك الإنسان يلزم أن يحرم لأنه وافق الحق. إذن الحق أصبح مقياسا للدين والأكثر من الدين. عندما نناقش الدين أيضا نقول هذا حق وهذا باطل. إذن الحق أصبح مقياسا لكل شيء. في الحديث بالحق قامت السماوات والأرض. إذن الحق يقيس كل شيء، يقيس حتى الأنبياء. هذا المقياس الواسع العام يأتي النبي فيقول رجل واحد اسمه الإمام علي، هذا الفرد هذا الرجل الإمام علي أصبح مقياسا فوق مقياس الحق، فيقول علي مع الحق والحق مع علي. وأكثر من ذلك يدور معه حيثما دار، كيفما دار الإمام علي فالحق يدور معه. إذن الإمام ليس خاضعا لمقياس الحق، إنما الحق يدور مع الإمام. فإذن أصبح الإمام أعلى المقاييس الممكنة والمتطورة في تعبير النبي الأكرم الذي هو رسول آخر الأديان وحامل الرسالة الخالدة إلى يوم القيامة. لاحظوا كيف يمكننا أن نفهم بوضوح كيف يستطيع الإنسان من البشر أن يكون مقياسا فوق المقاييس، مقياسا لا للدين، مقياسا لا للأعمال الاجتماعية فقط، وإنما للحق الذي به قامت السماوات والأرض، هذا الإمام علي. لذلك لا نفترض عندما يكون عمل واحد من أعمال الإمام علي أثقل عند الله من أعمالنا جميعا إلى يوم القيامة مهما عملنا ومهما فعلنا. ولذلك قال النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام يوم الخندق بردة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. إذن هذا العمل الواحد من الإمام أصبح أثقل وأرجح من أعمالنا جميعا إلى يوم القيامة، ذلك لأن موقف الإمام في ذلك اليوم كان موقفا عظيما وغريبا جدا. عندما أخبر النبي بأن جميع المشركين تحجبوا للزحف على المدينة المنورة ولزحف المسلمين، عندما علم النبي ذلك أمر المسلمين بحجر الخندق حول المدينة، فخندقوا حول المدينة أي حفروا حفيرة عميقة جدا
حتى لا يستطيع الجيش ان يزحف على المدينه، ووضعوا طريقا خاصا حتى يدخل الجيش من هذا الطريق. عند ذلك كان عمرو بن عبد ود العامري، هذا الرجل المعروف في الجاهليه بانه يقابل الف فارس، هذا الرجل عبر الخندق، عبر الخندق بفرسه وجعل يرتجف ويناظر المسلمين ويطلب المبارزه منهم، ولكن المسلمين كانوا يتهيبون ان يقابلوا عمرا. فحتى بح صوت عمرو وجعل يقطر المسلمين، ولقد بحثت من النجاة بجمعكم هل من مبارز؟ ان الشجاعة والسماحة للفتى خير الغرائز. جعل يعجل جبن المسلمين وهو يقول ان السماحة والشجاعة للفتى خير الغرائز، يعني لماذا ايها المسلمين، ايها المسلمون، لماذا لا تتحلون بالشجاعة؟ لماذا تتهيبون من مقابلتي؟ ان الشجاعة والسماحة للفتى خير الغرائز. هذا والنبي واقف على رؤوس المسلمين وهو يقول من منكم لعمر، من يبرز لعمر واضمن له على الله الجنة، قتل عمرا او قتل بيد عمر. ولكن المسلمين يخافون، احدهم يقول للاخر هذا فارس الانجل، هذا الذي يقابل الفا وينتصر على الف، كيف نبرز اليها افرادا؟ المسلمون اخذهم الخوف والجبن وقالوا ان يتفرقوا عن النبي وان يسلموا النبي الى عمرو في ذلك اليوم. والجيش جيش الكفار واقف في الجانب الاخر من الخندق وهو ينتظر ماذا يكون من امر عمرو بن عبد ود العامري. في مثل هذا الموقف برز الامام الى عمرو، اي برز الامام الى عمرو بن عبد ود في اللحظه التي جبر الجميع، في النحلة التي لولا الإمام لسلم النبي إلى عمرو ولانهار الإسلام، ولقتل النبي ذلك اليوم بيد عمرو بن عبد ود. في ذلك الوقت برز الإمام وهو يرد على أرجوزة عمرو بأرجوزة المشابهة، لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، دونية وبصيرة والحق منجي كل قائد، إني لأرجو أن أقيم علي نائحة العزائز من ضربة النزلاء يبقى صوتها عند الهزاهز. ولكن عمرو في هذا الموقف ارتعب من الإمام، عمرو أرعب جميع المسلمين، والإمام أرعب عمرًا، فجعل عمرو يقول يا علي أنا كنت صديق أبيك ولا أريد أن أقتلك. فقال النبي والله إنني لا أحب أن أقتلك. قال عمرو يا علي بماذا بعثك ابن عمك لي؟ بعثك هل لم يكن لديه غيرك وأنت هذا الشاب الذي عمره في حوالي 20؟ والله انني لا ادري اطعم في بطنك برمحي وارفعك بين السماء والارض، فلا انت حي ولا انت ميت. حاول ان يرعب الامام بمثل هذه الكلمات، ولكن ما ارتعب الامام، ولكن قال الامام وجار. وعلت الغفره في المعركه، عندما علت الغفره في المعركه لم يعلم المسلمون ماذا كان من امر الامام، ولم يعلم المشركون ماذا كان من امر عمرو بن عبد ود، لان الغبار ارتفع حتى غطى الامام وعمر، والامام وعمر يصولان ويزولان تحت خيمه الغبار، لا يرى احد منهما من قبل المسلمين او من قبل المشركين. عند ذلك يبقى الرمز
رمز الإمام، علاقة الإمام بالله، خلف الإمام بالله، هذه العلاقة المستمرة التي من قطعت المسلمون هم يعلمون. لو أن عليا قتل بيد عمرو فإن الثاني المقتول بسيف عمرو سيكون هو النبي، لأن سائر المسلمين سينهزمون. المشركون هناك يعلمون أن بطله الأوحد هو عمرو، فإذا انتصر عمرو فالمشركون انتصروا، وإذا قتل عمرو فالمشركون جميعا مهزومون ومحزونون. لذلك في تلك اللحظة عندما كان الغبار يخيم على رجلين، أحدهما يمثل النبي والمسلمين والإسلام هو الإمام علي، والآخر يمثل الشرك والمشركين والوثنية وهو عمرو بن عبد الوهاب. عند ذلك في هذا اللقاء تلاقى الإسلام والشرك في رمزين، رمز الشرك وعمرو بن عبد الوهاب، رمز الإيمان والإسلام والإمام علي. ولذلك النبي ما قال عندما قال عندما ذهب الإمام إلى عمرو، قال النبي الأكرم برز الإسلام كله إلى الشرك كله، لأن الإمام يوم ذاك كان كل الإسلام، الإمام يوم ذاك كان يعني النبي، كان يعني القرآن، كان يعني المسلمين، لأن الإمام لو قتل قتل بعده النبي، وانهزم المسلمون وسرق القرآن. وإذا انتصر الإمام فمعنى ذلك انتصار النبي، انتصار القرآن، انتصار المسلمين. لذلك قال النبي برز الإسلام كله إلى الشرك كله. المسلمون هنا ينتظرون مصيرهم الذي يقرر تحت الغبار، والمشركون هنا ينتظرون مصيرهم الذي يقرر تحت خيمة الغبار. وإذا سمع المسلمون وسمع المشركون صوت الإمام وهو يقول الله أكبر، الله أكبر. هذا كان رمز الإمام، رمز الإمام عندما ينتصر كان الله، وعندما أن الإمام عندما ينتصر فمعناه أن رمز البشرية من رموز الله انتصر. نادى الإمام الله أكبر مؤمنا انتصاره على عمرو، فهدف النبي وهدف المسلمون جميعا الله أكبر، لأنهم علموا أنهم انتصروا، أن الإسلام كله انتصر على الشرك كله. وعندما رجع الإمام، الإمام تأخر في المعركة حتى جاءت الرياح فأبعدت الغبار، فرأى المسلمون الإمام يتمشى على ساعة المعركة، ثم وجدوه جلس على حجر عمرو وحز رأسه وأتى برأسه إلى النبي. قال له المسلمون يا علي الذي يقتل مثل عمرو يسارع إلى قتله وإلى حز رأسه، فلماذا كنت تتمشى على أرض المعركة؟ هذا الموقف الحاسم، لماذا أخرته وجعلت تتمشى على ساحة المعركة؟ أجاب الإمام جوابا عظيما يصلح أن يكون رمزا للبشرية المؤمنة إلى يوم القيامة. الإمام قال عندما غرست عمرو وسقط على الأرض جلست على قبره لأحد رأسه، فبصق عمرو في وجهه فجاشت عواطفي وجاش غضبي، ففكرت أنني لو قتلته في هذه اللحظة قد أكون قتلته تشفيا لنفسي، وما أكون قد قتلته خالصا لله. لذلك تركته وجعلت أتمشى على ساحة المعركة حتى يهدأ غضبي، فأقتله خالصا مخلصا لوجه الله لا تشفيا لنفسي. هذا الرمز هو الذي جعل هذا الإدراك من الإمام، هذا الإدراك من الإمام هو الذي
ومن جعل النبي يقول برز الاسلام كله الى الشرك كله. وعندما عاد الامام كانت العاده في الجاهليه اذا قتل انسان شخصا اخر ياخذ ملابسه ويفتخر بها في المستقبل. وكان على جسم عمرو درع ثمينه جدا. هذه الدرع يقال ان هذه الدرع كانت تساوي نصف سراج الشام هكذا الان. على اي حال كانت درع ثمينه. الامام عندما رجع الى النبي رجع براس عمرو ولم ياخذ درع عمرو. قال بعض المسلمين يا علي لماذا لم تاخذ درع عمرو؟ الامام اجاب بالجواب اراد ان يقول من خلال جوابه انني اختلف عنكم انتم ايها المسلمون انكم تحاربون وتقاتلون حتى تاخذوا سلاح الطرف المقابل او حتى تاخذوا ملابس الطرف المقابل تقاتلون للدنيا. اما انا فاقاتل لله ولذلك لا اخذ درع عمرو ولا اخذ اي شيء اغلى من درع عمرو لانني ما قاتلت في سبيل درع عمرو انما قاتلت لكسب مرضاه الله وقد حصلت عليها. ولذلك لهذا الاخلاص العمل عظيم جدا والاخلاص عميق جدا. هذا العمل الشاهق وهذا الايمان العميق فمن نظام ترك النبي وهو نبي لا ينطق عن الهوى. ترك النبي يقول غربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الليلة المباركة ليلة ميلاد الإمام أمير المؤمنين أن يوفقنا للسير على ضوءه وعلى هداه وأن يجعلنا من شيعته المخلصين الذين يشايعونه في كل قول وفي كل عمل وأن يجعلنا من أنصار نسله وحبيبه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إنه سميع مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.